طيب خلينا نروح بقى للدوري المصري وعوده للدوري المصري والاسبوع ال 31. هنبتدي النهارده بسموحه والاسماعيلي. طبعا في ماتشات النهارده، ثلاث ماتشات، ولكن طبعا تعرفين رمضان هيبقى كل الماتشات في نفس التوقيت الساعه 10 مساء. النهارده في سموحه والاسماعيلي، بتروجيت وحرس الحدود، ووادي دجله والمقاولون العرب. طيب خلينا نروح لنادي لملعب السويس وزميلنا احمد المسيري مع كابتن محمد ابراهيم مدرب العام لنادي بتروجيت. نروح نشوف الاخبار في بتروجيت مع المسيري. طيب هيرجع لنا تاني المسيري، لكن عايز اقول لكم برضو الجدول بتاع الاسبوع ده زي ما قلت لكم، وثلاث ماتشات النهارده، في بكره برضو اربع خمس مباريات بكره في نفس التوقيت الساعه 10، كله الساعه 10. يبتدي طبعا بالاهلي والدخليه، عندنا ستوري تحليلي بكره ان شاء الله ليه، المصري والاتحاد، اسوان والانتاج الحربي، امبي وطلائع الجيش، ومصر المقصه وغزل المحله، وينتهي الاسبوع ال 31 يوم السبت ان شاء الله بمباراه اتحاد الشرطه والزمالك. وادي المباريات بينزلها لنا ياسر عاصم برضو عشان تبقوا متابعين، يعني رمضان برضو تمثيليات شويه، وطبعا وتراويح، ويعني والروحانيات بشكل كبير جدا، وبنفكر الناس بالدوري العام ومباراه الدوري العام، والكوره برضو اكيد ليها محبيها مع يعني التمثيليات اللي موجوده. يعني تتابع تمثيليات يا كابتن ولا لا؟ والله مش بتحب انت محب للتمثيليات؟ انا مش متابع والله حسن. محب للتمثيليات؟ انا مش متابع، انا متابعك انت دلوقتي مركز معاك شويه. تمثيليات يا عم، مسلسلات ماشي ماشي. يعني بيقف على حاجات غريبه ياسر. هو ياسر عاصم يعني ماشي. طيب نروح نشوف جدول الترتيب مع الدوري المصري، ومين طبعا اول ومين ثاني. يفضل لسه المركز الاولى طبعا، المركز الاول النادي الاهلي 68، الزمالك لعب زياده ماتش، وبالتالي النقاط بقت خمس نقاط فرق. كابتن محمد حلمي عامل شغل كويس جدا مع نادي الزمالك. وادي دجله اللي طالع يعني صعب بسرعه الصاروخ، وصل المركز الثالث، استغل تراجع المصري وتراجع سموحه وتراجع الاسماعيلي والمقصه طبعا، وادى بشكل كويس. سموحه مركز رابع، المصري مركز خامس، الاسماعيلي مركز سادس، الداخليه مركز سابع، المقصه تراجع رهيب لنادي المقصه للمركز الثامن، الانتاج الحربي مركز تاسع، بتروجيت اللي هيلعب النهارده في المركز العاشر، الاتحاد السكندري مركز ال 11، وام بي مركز 12، طلائع الجيش مركز ال 13، المقاولون العرب واسوان ال 14 وال 15، وطبعا اتحاد الشرطه حرس حدود غزل المحله. اتحاد الشرطه يعني فاق في الاخر كده، كسب الاسماعيلي 2-0، اشتغل كويس، ولكن خلاص يعني اعتقد هو لسه على الورق. على فكره اتحاد الشرطه ليه امل، يعني هتلاقوا اتحاد الشرطه ناقص اربع ماتشات ب 12 نقطه، وهو فرق بينه وبين اسوان 10 نقاط، يعني حتى الان لو كسب كل ماتشاته واسوان يخسر كل ماتشاته، كل شيء وارد في كره القدم، فهو حتى الان ما نزلش رسمي، لكن طبعا الامور صعبه شويه.